لسه مكملين حلقتنا. والحقيقة قانون المرور وأبرز التعديلات اللي حصلت فيه خلال الأيام اللي فاتت وافق عليها بشكل نهائي مجلس النواب يوم الحد اللي فات، يمكن أبرز الموضوعات اللي واضحة لينا حتى الآن هي فكرة السيارات المتروكة في الشارع، هيكون في تصرف معها مختلف خلال الفترة اللي جاية. كمان بنتكلم على اللوحات المعدنية أو اللوحات الخاصة بأرقام العربية، فيها أيضا تعديل، وأيضا التوك توك، كيف سيتم التعامل مع هذا الملف في إطار التعديلات الأخيرة في قانون المرور. بشرفنا يكون موجود معنا سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. برحب بيك معنا سيادة اللواء، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيكي. في البداية تحياتي لحضرتك والأسرة البرنامج والمشاهد الكريم، وكل عام وأنتم بخير لمصر والمصريين المسلمين والإخوة المسيحيين بمناسبة الصوم الكبير. شرفنا منورنا الحقيقة، وفرصة سعيدة أن حضرتك تشرفنا يمكن في أول أيام شهر رمضان، فسعداء جدا بتشريفك لينا. والحقيقة قانون المرور والتعديلات الأخيرة اللي تم تقديمها من الحكومة وافق عليها مجلس النواب فيها ملفات مهمة، فخلينا نبدأ بداية، إيه أبرز هذه التعديلات؟ يعني إحنا سمعنا عن ثلاث موضوعات مختلفة، عايزين نعرف من حضرتك التفاصيل الخاصة بيها. في البداية عايزين نوضح للمشاهد الكريم إن قانون المرور الحالي هو اللي بيتطبق، هو القانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008. في ثلاث مشروعات اتقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب يوم الأحد الماضي الموافق 10 مارس، وتم الموافقة عليه في جلسة علنية عامة وبالإجماع، عشان الغرض من هذا هو تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط إيقاع حركة سير السيارات و الالتزام بالمنظومة الإلكترونية اللي ابتدت الدولة تمشي بيها، وأيضا منظومة النقل الذكي اللي الدولة تمشي بيها حتى ننقل مصر من العالم الثالث إلى العالم الأول في حركة سير السيارات. كلنا نعلم جميعا أن احنا في 2010 لم نوفق في استضافة كأس العالم في جمهورية مصر العربية، ويمكن استضافت ساعتها جنوب أفريقيا، لأن مصر خدت في المرور ساعتها صفر في المرور. القيادة السياسية كان من ضمن اهتماماته لما سيادته شرفنا في الفترة الأولى في 7/6/2014 كان بناء شبكة طرق حديثة بنية تحتية بهدف تطوير الحالة المرورية في الشارع المصري، وعلى أساسها قدرنا ننشئ مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية اللي احنا شايفينها حاليا واللي تم نقل فيها كافة الوزارات الخدمية وكذلك القنصليات والبعثات الدبلوماسية، واللي هي هيقطنا حوالي 7 مليون نسمة. تمام. نرجع لموضوعنا وهو بالنسبة لتعديلات قانون المرور الحالي. خلينا نبدأ يعني بأول شق هو العربيات المتروكة، احنا عايزين نعرف القانون عرفها ازاي او ايه هي العربيات اللي هيتم التعامل معاها بعد هذا التعديل. اولا التعديل دوت هو اصلا كان موجود بالنسبة للسيارات المتروكة في الشارع المصري. السيارات المتروكة والمهملة في الشارع المصري بتسبب تكدس رهيب في الحركة المرورية، هذا بالإضافة ان هي ايضا خطر امنيا وجنائيا وارهابيا. نوضح بقى النقطة دي اكتر يا سيادة اللواء. طبعا ان لما تكون السياره متروكه وما فيهاش لوحات او سياره متروكه وصاحبها طارقه، ممكن جدا السياره دي تتعرض للسرقه وتستخدم في اعمال جنائيه او اعمال ارهابيه. وفي التالي انا هرجع على مالك السياره وهو ملوش ذنب في هذه القصه، لكن غلطته ان هو سابها في الشارع. لذلك الموضوع دوت وزاره الداخليه كانت منتبهه ليه من قبل التعديل. السيارات المتروكه في الشارع المصري، مش عايزين نبص للسوشيال ميديا، عايزين نبص للكلام اللي انا بقوله دلوقتي. ايه هو؟ انا دلوقتي سيارتي متروكه والناس بلغت عنها او شفت ان السياره عليها كم رهيب من الاتربه او لو وجد بها اطارات موجوده في الشارع المصري، ان كان بقى هي موديل قديم او موديل جديد، الفكره ان هي متسابه في الشارع. بالظبط. انا دلوقتي كرجل مرور اول حاجه بعملها ان انا بجيب ونش المرور وبضرب سرينا مره واثنين وثلاثه وبسال الاهالي على مين ملك السياره. ملك السياره جالي، بقوم عامل له محضر، هذا المحضر تعهد منه بأن هو يقوم بنقل السيارة سواء عن طريق وسائل نقل خاصة أو عن طريق إدارة المرور بمصاريف مالية، بيقوم بنقلها إلى إحدى الجراشات القريبة من محل إقامته. جراشات تابعة للدولة ولا جراش خاص؟ خاص أو تابعة للدولة، المهم إن هي ما تتواجدش في الشارع المصري. طيب أنا حصل مني إن أنا ضربت سرينة أكثر من مرة أو لم أستدل عن مالك السيارة سواء من ناحية الأشخاص أو اللي هم في المنطقة أو في المكان اللي موجودة فيه السيارة. بيتم رفع السيارة بونش المرور إلى مكان الإيواء وحضانة المرور. ركننا السيارة.
عن طريق الوسائل الإلكترونية ببعت رسالة إلى مالك السيارة بأن سيارته محجوزة في إحدى الوحدات المحلية للحي أو للمحافظة أو تبع حضانة المرور اللي هي تبع لإدارة المرور الموجودة فيها المحافظة. يعني بيبعت له يا فندم رسالة على الموبايل أو عن طريق الإيميل أن سيارتك محجوزة في مكان ما. من حقه أنه يتوجه لهذا المكان في خلال 60 يوم من إعلانه برسالة. في خلال 60 يوم بالظبط كده 60 يوم تمام. لا عايزين نوضح مش شهرين، عشان لو في 31 يوم بالظبط كده زي برضه لما بنتكلم في ساعه كده في ناس لازم تفهم كويس ان رخصه التسير مده السريان بعدين توصل 30 يوما وليس شهر برضه عشان الموضوع ده ان فبراير مثلا 28 او 29 في مثلا مارس 31 وهكذا. ايوه نرجع تاني لموضوعنا. 60 يوم لو جه في خلال 60 يوم في شقين. الشق الاولاني ان انا بعمل له محضر بان هو يتعهد بان هو السياره يركنها في احدى الجراشات وبيتم عرضه على نيابه المرور عشان بيدفع الغرامات الخاصه بترك السياره في نهر الطريق بالاضافه ان انا بدفعه المصاريف الاداريه اللي هي خاصه بالمرور اللي هي رفع السياره بالونش ومكان الحجز ومكان الإيواء وحسب المدة. هل بيدفع غرامات دي يا ست اللواء لو هي متسابة تحت بيته يعني في الشارع الخاص بيه في تحت بيته يعتبر مش بيستخدمها لكن متروكة في نفس الشارع يدفع برضو غرامات؟ يدفع غرامة طالما السيارة متروكة ولو لم تستغل يبقى في هذه الحالة أنا طبعا بدفعه غرامة ليها لما بيتعرض على نيابة المرور. قيمتها تقريبا بتتحدد ازاي؟ يعني قيمتها دي حسب يعني قاني نيابة المرور وده في الغالب بيكون ما بين 200 ل 500 جنيه. بعد كده أنا بدفعه المدة اللي قعدتها في مكان الإيواء بالإضافة إلى رفع الونش. طب ده شق. الشق الثاني هو إيه بقى؟ الشق الثاني إن هو يقول لك العربية دي متهالكة وأنا مش عايزها. بيتنازل ليها للحكومة. فهذه الحالة ما بيدفعش أي مصاريف إدارية ولا عرض على النيابة. يعني بيعمل محضر التنازل للسيارة للدولة. لكن بيدفع الغرامة وبيدفع مصاريف النقل. ما بيدفعش حاجة خالص. كل ده خلاص ما بيدفعهوش. ما بيدفعش طالما هو تنازل عن السيارة. ده تنازل كتابة يا ست طبعا اللوة. بيبقى محضر رسمي لأن دي بعد كده السيارة دي بتتباع وفلوسها بتخش خزانة الدولة. وزارة المالية. طيب حصل دلوقتي ان هو خلال الستين يوم ما جاش. في هذه الحاله السياره بتقول الى الدوله وبتخش الى خزينه الدوله وبيتم بيعها وفقا للنظم المعموله بها في وزاره الماليه. طب افرض هذا الشخص خارج البلد او مسافر فكيف سيتم اختاره يعمل وبالتالي توكيل. التعامل يعمل توكيل لا هيتم اختاره ازاي؟ هيعرف ازاي ان حصل هذا الاجراء؟ ما ده طبعا سؤال هيساله بعض الناس. السؤال دوت في هذه الحاله انا بشوف مين مالك السياره وببعت له على تليفونه المحمول. جه اهلا وسهلا، ما جاش في ناس بتطنش تقول لك انا مش عايزها وما تروحش، تقول لك اللي يوديني الشرطه والكلام ده واخش في مشاكل والكلام ده كله، وده طبعا تصرف خاطئ وتفكير خاطئ كمان. لان الشرطه اصلا معاونه للشعب، الشرطه في خدمه الشعب. طب في حاله كمان سياده اللواء، بعض مالكي هذه السيارات ممكن يكونوا كبار سن، يعني ناس عربيته دي من زمان جدا معاه بس هو خلاص حاليا ما بقاش بيسوق وبقى غير قادر على السواقه، فممكن برضو يتعثر شويه في فكره ان هو يروح يتوجه للنيابه علشان يتكلم ويقول ان دي عربيته، هل في تصرف ما في هذه الحاله؟ الوضع الرسمي لاي سياره ان هي تكون موجوده في الجراج. مشكلتنا الاسكان العشوائي وهو دي المشكله اللي عملت تكدس مروري. يعني حي زي مثلا لو خدنا مثلا حي مثال يعني حي زي حي مدينه نصر هنلاقي عمارات شاقه وتحتيها محلات زي شارع الشهير مثلا عباس العقاد. بص على الجراشات اللي فيه ما تلاقيش جراشات. لذلك الدوله ابتدت تلغي الجراشات زي الجراج الثاني اتفتح في ميدان التحرير اللي هو دلوقتي بساعة 1700 سيارة. لو شفنا الجراج المعمول في روكس يعني لو بصينا لمنطقة مصر الجديدة في جراج موجود في روكس بيأمن عربيتك وعربيتك بتشوفها على الشاشة وهي داخلة وبتخش في 60 ثانية وبتطلع لك في 90 ثانية ورغم هذا الناس برضو بتركن صف تاني أو صف عمودي في الشارع. ما هو ده تفكير خاطئ. لازم نعرف كويس ان الجراشات ديت موجوده اولا انت بتحافظ على عربيتك من ان هي تتعرض للسرقه، بتحافظ على عربيتك من ان هي تتعرض لاي مصادمات، بتعرض عربيتك لاي تلفيات، بتعرض عربيتك لاي سرقه اطارات. فكل هذه الامور لازم المواطن يكون عنده وعي فيها.
حتة الثقافة المرورية دي مع الأسف الشديد مش موجودة عندنا، وبنسبة مش عايزين نقول إن هي كبيرة لكن هو نسبة متوسطة. طيب مين اللي هيكون مسؤول عن التصرف في العربيات بقى اللي بيتم تجميعها دي؟ مين بعد كده اللي هيتصرف فيها وبالتالي أموالها تؤول إلى الدولة؟ وزارة المالية. وزارة المالية. وزارة المالية. اولا العربيه ديت اول ما بشيل العربيه بحطها في مكان الايواء، بتتحط في دفتر الحجز وبتحدد مكان الحجز والسياره، وبعد كده بيتم ابلاغ مالك السياره عن طريق الوسائل الالكترونيه كما وضحنا سلفا، فبالتالي بثبتها بتاريخ دخولها، ساعه والتاريخ والونش اللي جابها واسم الضابط اللي كان موجود في الونش ورقم الونش ورقم اللوحات المعدنيه. طب في نقطه كمان مهمه، في ده حضرتك السيارة دي ما فيهاش لوحات معدنية. طبعا دي مشكلة تانية. دي مشكلة تانية. فأنا بحاول أستعلم عنه. هو بقى يجي ماليش العربية يستعلم ويقول له أقدر الونش خدها. فهو يروح بقى لإدارة المرور يسأل على العربية. طب افرض عدى عليها المدة اللي هي الستين يوم وهو ما كانش على طول تقول للدولة. تقول للدولة. تقول للدولة وبيتم بيعها وتقول فلوسها لخزانة الدولة. يعني حاليا ده بمثابة اختار لأي شخص سايب عربيته في الشارع يعرف إن الفترة اللي جاية هيكون في تحرك مختلف. أنا عايز أوضح لحضرتك النقطة ديت وللمشاهد كمان الموضوع ده إحنا شغالين فيه من فترة ومن زمان. بالفعل كان بيتم تجميع العربيات. لأنه خطر أمنيا. هذا بالإضافة اللي بيسبب تكدسات مرضية كثيرة. في ناس كتير عربيته بتبوظ بيهملها او بيسيبها وبيشتري عربيه غيرها. او مثلا دلوقتي نتيجه مثلا ارتفاع الاسعار السيارات والكلام ده كله، فهو بيقول لك لا انا مش همشي بالعربيه، تصليحها لو اتخبطت بنزين، التفكيرات اللي هي المعتاده لينا، فبالتالي بيركن العربيه ويسيبها. طب ما ده غلط، اركنها في جراج لكن ما تسيبليش العربيه في الشارع الرئيسي او في شارع فرعي يسبب تكدسات مضيه. احنا شفنا شوارع كانت مثلا في اوائل التسعينات كانت عمليه فيها سيوله مضيه. دلوقتي في الشوارع ديت بقى فيها تكدسات نتيجه برضه الانتظار الخاطئ، الوقوف الممنوع، الوقوف صف اول. فاحنا بنتعامل مع المرور بيتعامل مع هذه السيارات على اساس ان اصحابها موجودين. ما بال بقى لو صاحبها مش موجود وتاركها. فدي طبعا بتعمل مشكله. لكن اتقال كمان ان هيكون في لجنه سياده اللواء هي المختصه بفكره التصرف في هذه السيارات، وهتكون دي حضرتك اللجنه دي بتكون متابعه من وزاره الداخليه وزاره الماليه والمحافظه عشان تقنين الاجراءات القانونيه عشان كيفيه التعامل مع السياره، لان حضرتك عارف اي حاجه ديت بتخش فيها المال او يعني التصرف المالي، فلازم يكون في لجنه عشان تكون اللجنه ديت الاجراء بتاعها سليم عشان ما يكونش في اي نوع من المخالفه القانونيه سواء من الجهه دي او من الجهه دي او من الجهه دي. طيب خلينا ننتقل لشق تاني كان من ابرز برضو التعديلات قصه اللوحات المعدنيه الخاصه بالسيارات، وان هيكون في تغيير في تكلفه صناعه او انتاج هذه اللوحات. بعد ما كان 115 شايفين التكلفه 600. بتوصل ل 600 جنيه. خلي بال حضرتك الاسباب توصل ل 600 وممكن تزيد، يعني قابله للزياده. قابله للزياده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبه 10%. ليه يا فندم؟ سنوي. ليه بقى؟ هنوضح النقطة ديت. أولا اللوحات المعدنية ديت أول ما ابتدت جبناها من إحدى الدول الأجنبية. دلوقتي إحنا بنصنعها محليا. مكونات المادة اللي بتصنع منها هذه اللوحات بقى أصبحت غالية جدا. الناس بتعتقد إن هي مجرد معدن يعني ملوش أي مواصفات خاصة. حضرتك عارفة لو عندك عربية مش بتشوفي شيء فضي كده في النص؟ الشيء الفضي اللي في النص ده فيه مكونات السيارة كلها. زي الملصق الالكتروني. الحاجه الثانيه هذه اللوحات الجديده اللي بعد رفع الرسوم من 115 ل 600 جنيه هتكون لوحات مؤمنه غير قابله للتزوير او التزييف. يعني هي تغير مواصفات اللوحات يا فندم؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك مثلا اسم حضرتك سين كذا كذا، اسم ده اسم حضرتك، هل في حضرتك حد اسمه غير زيك؟ مفيش. تمام. السياره نفسها اللوحات المعدنيه بتدل على شخصيه السياره زي شخصيه البني ادم، فبالتالي اي تزوير او تلاعب في هذه الارقام بتتنقل لشخص اخر. لذلك في ناس كتير بتشتكي ان بيقول لك انا المخالفه دي ما عملتهاش، انا ما روحتش طنطا، انا ما روحتش دمياط، انا عمري ما روحت طنطا وروحت دمياط، يعني بدي امثله يعني واخبار حضرتك. أيوة. فبالتالي احنا بنعمل لوحات مؤمنه الغايه من هذه اللوحات ان هي ما حصلش فيها التزوير او تزييف عشان الشخص يبقى ماشي في امن وسلامه. الحاجه الثانيه اللوحات لما بتكون مؤمنه ده بيساعد بشكل كبير على ضبط السيارات المطلوبه امنيا وجنائيا. في سيارات مع الاسف الشديد
بتصطدم ببعض الاشخاص وتقوم بالهروب طبعا. فدي كلها اهميه امنيه طبعا. عايز اقول لحضرتك الغرض من هذا الموضوع وهو الحفاظ على امن الشارع المصري والمواطن المصري، بخلاف طبعا التكنولوجيا والنظم الالكترونيه والنقل الذكي، كل ده بيساعد بشكل كبير على التطور الحاله المرئيه وتطور الحياه نفسها، لان احنا كلنا بنتحرك في الشارع. كل الناس بتتحرك في الشارع، من اكبر راس في الدوله لاصغر راس في الدوله كلنا بنتحرك في الشارع. لكن الناس بتسال سياده اللواء ليه الارتفاع في هذا يعني المبلغ الخاص باللوحات من 115 ل 600 وقابله للزياده؟ المكونات غاليه جدا. ما لا هو 600 جنيه ديت بحد اقصى 600 جنيه عشان لو حصل زياده يبقى في اطار 600 جنيه. يعني مش هيتخطى 600. مش هيتخطى 600، لكن لو حصل تجاوز ان هي تخطت 600 فالقرار في هذه الحاله هيكون قرار رئيس مجلس الوزراء، مش قرار وزاره الداخليه او وزاره الماليه، هيكون قرار رئيس مجلس الوزراء. الناس بدات تسال ده ازاي هياثر على اسعار الترخيص لما انا اروح اجدد رخصتي او اغير اللوحه المعدنيه الخاصه بعربيتي او اشتريت عربيه لسه هعمل لها ترخيص بعد هذه الزياده، ده ازاي بقى هياثر على اسعار التراخيص؟ لا مش هو هياثر على اللي بيستلم لوحات معدنيه او بيغير لوحات معدنيه، وده في صالحه ان هي تكون اللوحات مؤمنه، يبقى هو كده ضامن ان مفيش مخالفات هتجيله تزوير عليه، هو مش هيحصل له تسويف، لان دلوقتي كله عن طريق الرادارات. دلوقتي حوالي 70% او 75% من الشوارع المصريه فيها رادارات حديثه دلوقتي وفيها كاميرات ديجيتال. فاي مخالفه بتيجي للمواطن دلوقتي يبقى على طول عن طريق عربيته ويبقى بيبقى متصور، فبالتالي مش هيحصل نوع من التزوير. الحاجه الثانيه ان انا كده بحمي الشارع المصري من اي اعمال جنائيه او اي اعمال ارهابيه، فبالتالي ده بيساعد بشكل كبير على ان انا بحقق الانضباط المرور في الشارع المصري وضبط ايقاع حركه سير السيارات. جميل، ننتقل بقى للشق الاكثر جدلا وقصه المركبات الخفيفه والتوك توك. القانون اتكلم ازاي على هذا النوع من العربيات سواء السيارات الخفيفة؟ عايزين نعرف ايه هي يعني ايه المقصود بيها، وكمان بعد كده نتطرق لقصة التوك توك ويعني تفاصيل هذا الملف. دوت بالنسبة للمادة 7 ألف من قانون المرور اللي هو استحداث سيارات خفيفة تعمل بالأجر بأربع إطارات وأربع أبواب. الغرض من هذه السيارات ان انا بحقق الامن والسلامه للمواطن المصري اثناء ركوب تلك السيارات واثناء السير في الشارع المصري. يعني ايه سيارات خفيفه؟ يعني تختلف ازاي عن السياره الملاكي اللي احنا عارفينها؟ السيارات الخفيفه ديت حضرتك بيبقى عباره زي اللي موجوده في الصين وفي الهند، هي عباره زي 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 ميكروباص صغير كده واخبار حضرتك بعجلتين قدام وعجلتين ورا واربع ابواب بحيث ان هي تتقبل اربع اشخاص ان هم يركبوا فيها. دي غرض منها ان انا بحافظ على المواطن ان هو يمشي، بعكس التوك توك ثلاث عجلات. اخطر. ثلاث عجلات. اخطر من الاربع عجلات. فبالتالي اي انحراف للتوك توك او وقوف مفاجئ ممكن لا قدر الله ان التوك توك ينحرف او يتقلب. فبالتالي هذه السيارات هتتبع عليها اللائحه التنفيذيه الموجوده في التكاتك، من حيث الرسوم، من حيث الضرائب، من حيث خطوط السير واللي بيحددها المحافظ. بحيث ان هي ما تمشيش داخل المدن ولا في الطرق الرئيسيه ولا على الكباري ولا اسفل الانفاق. طيب يعني اولا العربيات دي لسه مش موجوده عندنا في مصر، لكن احنا بنستعد ليها. هيتم تصنيعها في مصر؟ هيتم تصنيعها في مصر. وفي نفس الوقت هيتعمل لها لائحه تنفيذيه، لسه ما اتعملتش اللائحه التنفيذيه ليها. هذه السيارات هتكون بديله للتوك توك وليس الغاء التوك توك. نقطه مهمه جدا عايزين نكررها تاني، ان هذه السيارات ليست بديله للتوك توك بديله للتوك توك وليس لالغاء التوك توك. التوك توك موجود. مع الاسف الشديد مصر في عام 2005 تحديدا في شهر 12 وزاره التجاره والصناعه دخلت 46,000 توك توك. نتيجه الظروف اللي كانت بتمر بيها البلاد ما بعد ذلك، وصل حاليا وانا بكلم حضرتك الى 3,200,000 توك توك. رقم مهول طبعا. طبعا. وزاره مجلس الوزراء شويه يرخص وشويه يمنع، شويه يرخص شويه يمنع. هذا بالاضافه ان في محافظات رفضت ان هي ترخص. زي المدن الساحليه. زي القاهره، محافظه القاهره كانت رافضه ان هي ترخص. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بان كل المحافظات ترخص التكاتك. يعني خلاص حاليا رسميا كل التكاتك مصر تترخص. هتبقى ليها رخصه. تترخص. التكاتك ليها محورين. المحور الاولاني هو محور وزاري اللي هو قرار مجلس الوزراء بان كل التكاتك تترخص وتركب لوحات معدنيه اماميه وخلفيه عن طريق وحدات المرور. تمام.
طيب متى يتم هذا؟ إذا كان التوك توك صالح فنيا للسير. يعني إيه بقى؟ يعني هل هيكون ليه أبواب تحمي الناس اللي موجودة جواه، ولا شكل التوك توك ده يكون عامل إزاي؟ من ناحية الموتور، من ناحية الأبواب، من ناحية الإشارات، من ناحية المراية، ما بيكونش فيه انبعاث للدخان، كل الحاجات دي تكون موجودة مع الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بالسير في المناطق الغير مخططة. أيوة. القرى والنجوع، المناطق الضيقة، وعدم التواجد في الطرق الرئيسية والطرق السريعة داخل المدن وخارج المدن، وكذلك أعلى الكباري وأسفل الأنفاق. يعني مش هينفع نشوفهم ولا على كباري ولا في ميادين ولا في أماكن رئيسية. بالضبط. التكاتك التكاتك والسيارات الخفيفة اللي هتطلع لو مشيت بدون لوحات معدنية أو انتهى رخصة التسيير هيتم مصادرة السيارة والتوك توك. الكلام غرامة اللي كانت الأول 2500، ثم غرامة بعد كده مضاعفة 5000 جنيه، ثم المرة الثالثة مصادرة. لا، مصادرة من الآن. اللي مش هيرخص التوك توك هيتم مصادرة التوك توك فوضى. طب احنا عارفين ان اغلب سائقي التكاتك في مصر يا اما تحت السن يا اما هم طبعا ما يعرفوش حاجه. بالظبط، احنا بنشوف كتير كمان تحت السن يا دكتور. لازم الاطفال اللي بيسوقوا 14 سنه، لا، اللي بيسوقوا التوك توك يكون عامل رخصه خاصه 18 سنه فاقصى. اللي هنلاقي طفل او 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 شاب اقل من 18 سنه ومعهوش رخصه كده خاصه سايق التوك توك هيتم مصادره التوك توك وعرضه على نيابه المرور هو والتوك توك. ده القرار الوزاري اللي احنا قلنا عليه. طب في قرار رئاسي، ايه هو القرار الرئاسي؟ لو التوك توك غير صالح فنيا تمام للسير في الحاله ديت هيخش في عمليه الاحلال اللي موجوده في السيارات القديمه اللي بقى 20 سنه فاكثر، اللي هي سيارات الاجره. هيخش هو كمان في الاحلال بحيث ان هو هياخد سياره ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي او الكهرباء، ويخش التوك توك بحيث هيشوف السعر بتاع التوك توك كام، وهيخش بقى في اقساط زي التاكسي الاسود الابيض وبقى التاكسي الابيض. لكن مش هيمشي بيه هو غير صالح فنيا. بالظبط. في نقطه كمان يعني لازم نوضحها، ان السيارات الخفيفه اللي هتكون باجر ديت هتعمل بالطاقه الكهربائيه وهتعمل بالغاز الطبيعي. بعكس التوك توك بيعمل ايه؟ بيشتغل بالبنزين. فطبعا في انبعاث طبعا، بالاضافه الى استهلاك الوقود، وعارفين ان احنا بنستهلك 40% من الوقود في مصر بالعمله الصعبه. لكن اللي التوك توك بتاعه غير صالح فنيا هيتم استبداله بميني فان مش بالسياره الخفيفه الجديده. لا لا، او ممكن السياره الخفيفه دي ما لسه الاتاحه التنفيذيه ما طلعتش. لكن حاليا بالميني فان، الميني فان اللي هو حسب ما هو يطلب بقى، في 3 ركاب، في 5 ركاب، في 7 ركاب. ودي بيعمل بغاز الطبيعي والكهرباء. والسيارات اللي هي الخفيفه اللي هتعمل باجر ديت هتكون تعمل ايضا بالطاقه، ولسه ما تحددش اذا كانت بالطاقه الكهربائيه او بالغاز الطبيعي. طيب قيمه ترخيص التوك توك سياده اللواء هتكون قد ايه؟ القيمة الخاصة بترخيص التوك توك تقريبا المبالغ بتتراوح ما بين كام لكام؟ ترخيص التوك توك دلوقتي بيخش له ما بين 4000 ل 5000 جنيه. ترخيصه كان اول كان من حوالي سنة ونص او سنتين كان 2000 جنيه. زاد الايام دي كل حاجة زادت حضرتك. يعني وبعدين دلوقتي كمان دلوقتي شفنا السيارات الحديثة اللي هي ما بعد موديل 2020 زادت الرسوم الضريبية بتاعتها 60%. طيب لما نتكلم على قصة ترخيص التوك توك، الحقيقة كان في انقسام كبير جدا حول هذا الموضوع. ناس مؤيدين وشايفين ان احنا بقى عندنا امر واقع، بقوا كمياتهم كبيرة زي ما حضرتك اشرت، اكتر من 3 مليون توك توك، وناس تانية بقوا شايفين ده شيء يعني مؤذي بصريا، والمشهد الحضاري عندنا في مصر وبيحصل من خلاله مشاكل كتير وجرائم وكل هذه الامور. فكان في انقسام، حضرتك بتشوف ازاي الرافضين لفكرة ترخيص التوك توك، وهل متقبل يعني وجهة النظر الرفض ده، ولا شايف ان خلاص اصبح ضروره فكره الترخيص؟ التوك توك اصلا صناعه هنديه وموجود في الهند لغايه الان، وانا روحت الصين وشفته وموجود في الصين. ما نستخدمه صح ليه؟ ما نستخدمه غلط. هو المشكله في التوك توك ايه؟ ان الصناعيه سابوا صناعتهم وابتدوا ايه؟ يركبوا التوك توك عشان يبقى يمشي بمزاج، ما يلتزمش مع السادة المواطنين من ناحية العمل الحرفي أو العمل الصناعي بتاعه. ودي دي مشكلة، يعني هي دي أساس المشكلة. لكن التوك توك هيحل مشكلة، هيحل مشكلة في إن هو الأماكن الضيقة والأماكن الغير مخططة والقرى والنجوع اللي ما تخشش فيهم السيارة الملاكي والسيارة ربع نقل. فهو بالتالي، وبعدين هو التوك توك مخصص لنقل الأشخاص فقط وليس نقل الركاب، والسيارة الخفيفة دي هتكون برضو لنقل الأشخاص فقط وليس البضائع.
عفوا وليس البضائع، أشخاص مش بضائع. والنفس الطريقة التوكتور، التوكتور بيقصد للأشخاص فقط وليس للبضائع. فبالتالي ده بيساعد مشكلة، لأن ندي مثلا لآخر، أتوبيسات هيئة النقل العام في ميكروباصات دلوقتي موجودة، سهلت المشكلة. لولا الميكروباصات دي كنا هنشوف تكدس رهيب في أتوبيسات هيئة النقل العام. لما تيجي تتكلم على القاهرة الكبرى، عدد سكان القاهرة الكبرى 32 مليون نسمة، يعني تلت سكان مصر. سكان مصر دلوقتي وصلوا ل 106 مليون، فما يكون 32 مليون نسمة في القاهرة الكبرى ورايحين مشاغلهم وكلهم في توقيت واحد في الصباح وفي المساء في العودة. فأتوبيسات هيئة النقل العام مش هتقدر تستحمل هذا الكم الرهيب من الموظفين والسادة المواطنين والطلاب والتلاميذ المتوجهين إلى الجامعات والمدارس. فبالتالي الميكروباصات ساهمت بشكل كبير، رغم السوء قائد السيارات الميكروباصات من ناحية السرعة، من ناحية عدم التزام بالإشارة الضوئية برضو في، وده جزء منه مش هنقدر نقول كلهم يعني بعضهم، لكن ما نقدرش نستغنى عن الميكروباصات. فبالتالي التوك توك بقى أمر واقع دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنه، وبيخدم فئة معينة في مناطق معينة. هيتم توظيفه في أماكن معينة، إن هو بس يلتقي، وده قرار الحكومة. ما اللي بيحكم الدولة ايه؟ الحكومة المصرية. قرار الحكومة المصرية ان هو يمشي في الاماكن غير المخططة، يمشي ما بين القرى والنجوع، يمشي في الاماكن الضيقة، لكن ما يطلعش على في داخل المدن في الطرق الرئيسية، ما يمشيش على الطريق السريع. ما ليش توك توك ماشي على طريق اسكندرية الصحراوي؟ ايوه. ما ليش توك توك ماشي في شارع يوسف عباس او شارع عباس او شارع صلاح سالم؟ ما ينفعش. طب في حالة المخالفة الصريحة بهذا الشكل سيادة اللواء، لما نشوف يعني كميات كبيرة منهم في شارع واحد، ولا ان هم مش ملتزمين طبعا ولا بحارات مرورية ولا بأي شيء، ولو خرجوا على كمان الطرق العامة، ايه العقوبة اللي بتنتظرهم؟ ان هو مصادرة التوك توك، مصادرة في كل الأحوال. في كل الأحوال تم عمل حصر للتكاتك في جمهورية مصر العربية، يمكن أكثر محافظة فيها تكاتك محافظة الدقهلية، يليها محافظة الجيزة. فبالتالي ابتدت الوزارة تعمل حصر لهذه التكاتك، فالدولة تعلم الأعداد وفي الأماكن بعينها ومعروفة أماكنها. يعني اللي شايفنا دلوقتي وأهلنا اللي شايفنا في محافظة الجيزة عارفين الأماكن اللي فيها تكدس من التكاتك. طب البعض بيتساءل، مدام احنا عندنا خطة دخول نوع جديد من السيارات الخفيفة، ليه ما نشتغلش ان على مدار بعض سنوات يختفي التوك توك وتحل مكانه هذه السيارات، بحيث ان احنا نشجع الشباب ان هم يعني يبدلوا التوك توك بالعربية الجديدة؟ أكيد الموضوع ده هيحصل، بس هياخد فترة زمنية. أكيد هيحصل انه هياخد فترة زمنية، لكن الفكرة دلوقتي ان انا ما اقدرش واحد عنده توك توك وسليم اقول له لا ما تمشيش بيه، يبقى انا كده وده عنده اسرة. ما اقدرش اقول له حاجة زي كده، لان الدولة مع المواطن، الدولة مش ضد المواطن، الدولة مع المواطن. لكن مع مرور السنوات ودلوقتي ما فيش قطع غيار للتكاتك، بالاضافة ما فيش استيراد للتكاتك. ايوه دي نقطة مهمة. فمع التوقيت ومع الوقت هياخد بس لونج تايم، وقت طويل شوية، وهيتم طبعا احلال التكاتك بالسيارات اللي هي الخفيفة او السيارات الميني فان. وده القوانين اللي شغال دلوقتي زي ما قلت لحضرتك سلفا، ان دلوقتي التوك توك اللي هو غير صالح فنيا للسير هيخش في المحور الرئاسي، ده قرار القيادة السياسية على فكرة، قرار القيادة السياسية ان التكاتك ديت اللي غير صالحة فنيا ان هي تخش في موسوعة الاحلال بسيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي وتعمل بالكهرباء، عشان نقدر نعيش في جو بيئي صحي. طب احنا بنعمل مدن الجيل الرابع ليه؟ الغرض منها ايه؟ ان انا عايز افك الاختناق المروري اللي موجود داخل القاهره الكبرى. لما حضرتك تبني خمس مدن حول القاهره الكبرى، حول محافظه القاهره، وتطلع اعلانات ان انت على بعد 10 دقايق ولا ربع ساعه بالسياره من مصر الجديده، زي مدينه الرحاب واحد ومدينه الرحاب اتنين ومدينتي ومدينه المستقبل ومدينه الشروق. فعشان كده ابتدينا نبعد عن القاهره وبدنا نخش في اماكن اخرى، زي ما شفنا مثلا العاصمه الاداريه على بعد 60 كيلومتر، عشان تستوعب الاعداد الكبيره المتزايده من السكان. طيب حضرتك اذا بتاكد لينا ان في ايقاف تام لاستيراد قطع الغيار وللتكاتك، عشان نكون ماشيين في هذا الاتجاه، ان احنا يعني مع مرور السنين ان احنا نقضي تماما على وجود التوك توك، يبقى في بديل ليه شكله حضاري وامن على الركاب. وطالما هو محافظ على التوك توك سليم وتضاف فيه شروط الفنيه الصلاحيه وبيلتزم بتعليمات خطوط السير، اهلا بيه ان شاء الله يا رب لو 100 سنه قدام. طيب امتى سيتم تنفيذ هذه التعديلات سياده اللواء؟ طبقا للائحه التنفيذيه لما يتم تطبيقها مجلس النواب.
يعني متوقع في خلال قد ايه تقريبا؟ يعني طبعا في اكيد في الجلسه الجايه هيبتدي مناقشتها، لان هنا فينا في الحاله ديت بتخش هي اللجان الخاصه بالنقل والمواصلات، هي اللي بتتولى هذا الموضوع. يعني حضرتك عارفه طبعا ان مجلس النواب هو المشرع طبعا، واحنا كوزاره الداخليه احنا السلطه التنفيذيه، هو بيشرع واحنا على طول بننفذ التعليمات اللي بتجينا من مجلس النواب بعد طبعا تصديق السيد رئيس الجمهوريه عليها. مهم طبعا يعني ننتهز وجود حضرتك معنا ونتكلم على المشهد المروري بصفة عامة في مصر. يمكن في الدقائق الأخيرة ما زال لسه عندنا بعض التحديات وبعض المعرقلات، إزاي بتشتغلوا عليها في هذا الوقت أنكم تقللوا بقدر الإمكان كوزارة الداخلية المشاكل المرورية، سواء بالتكدس أو كمان بالمخالفات الصريحة أو يعني بكل الأشكال بقى اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري؟ أنا مش هتكلم على رجل المرور، أنا هسأل أي واحد دلوقتي موجود معنا وشايفنا، شفت المرور النهارده ايه وامبارح ايه، اول يوم رمضان وتاني يوم رمضان. من 4 سنين كان توقف تام، عشان حضرتك تخرجي مثلا من المصالح الحكوميه الساعه 2 الظهر وتوصلي بيتك مش اقل من ساعه ونص ساعتين. النهارده وامبارح في سيوله مروريه في الحركه المروريه، لان انا بقول نشره المرور عندنا في التلفزيون سيوله مروريه. ليه؟ شبكه الطرق الحديثه اللي موجوده في القاهره الكبرى ساعدت بشكل كبير على تسهيل وتسهيل الحركه المروريه. انت عندك دلوقتي حضرتك محاور بتربط المحافظات بعضها ببعض زي محور رود الفرج الضبع، زي الطريق الدائري الاوسطي. طبعا في شبكه طرق محدش يقدر ينكر ان هي احدثت فارق. طب ماذا عن الميكروباصات ومخالفتها؟ ماذا عن المواقف اللي هي بتتعمل في اماكن مش مناسبه ليها؟ ازاي بتشتغلوا سياده اللواء على هذه الملفات؟ طبعا بيبقى في اولا حضرتك عشان تعرف في اقسام مرور، كل قسم مرور ماسك منطقه معينه بحيث ان هو مغطي كل محافظات مصر. هذا قسم المرور بيبقى فيه برضه معاه معاونه مباحث المرور بالنسبه للمواقف العشوائيه، بالنسبه للانتظار الخاطئ، بالنسبه للوقوف الممنوع. ايضا الاماكن الشهيره اللي هي الاماكن التجاريه والمعلومه لينا جميعا. ايوه. سواء موجوده في شرق القاهره او موجوده في وسط المدينه، يعني حضرتك مثلا في وسط المدينه ممنوع نهائيا صف اول. نهائيا. ليه؟ عشان الشوارع ضيقه وكم من المحلات رهيب. واحنا دلوقتي في موسم رمضان بالاضافه كمان الى اوكازيون الشتوي ما زال مستمرا حتى الان وحتى منتصف الشهر الحالي، فبيحصل هذا بالاضافه الى توجه الساده المواطنين عقب الافطار الى كافه المتنزهات، الحدائق العامه، الحدائق الخاصه، المواسم النيليه، ممشى اهل مصر، دور السينما، دور المسارح، الكافيتريات، المولات، كل هذا تبقى خطه امنيه مروريه حطاها الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع ادارات المرور بحيث بوضع خدمات مروريه ثابته مدعمة بالأوناش لرفع أي انتظار خاطئ أو الخوف الممنوع وإرشاد قائد السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. هي طبعا بكل تأكيد في جهد كبير وبكل تأكيد في تغير واضح في يعني الشارع المصري، لكن أيضا مازال محتاجين العمل في بعض الملفات وبنعول على حضراتكم بشكل كبير. طبعا الثقافة المرورية دي شيء مهم جدا، لازم يكون المواطن عنده الثقافة المرورية. إزاي أنا ألتزم بره مصر وما ألتزمش جوه بلد؟ دي بلدك طبعا، فانت لازم يكون التزامك موجود هنا في مصر قبل ما يكون في الخارج. النقطة الثانية ان احنا كمرور بيبقى لينا خطة امنية شاملة عن بقية السنة. يعني مثلا في المواسم بالظبط، في المواسم، ويمكن طبعا ابرزها طبعا شهر رمضان لانه 30 يوم فترة كبيرة، لكن الاعياد مثلا بتبقى 3 أيام 4 أيام، امتحانات المدارس مثلا بتبقى مش كل يوم، لكن شهر رمضان. وبعدين دلوقتي في قصر بالنسبة لمواعيد العمل، دلوقتي مواعيد العمل في كافة المصالح الحكومية من 9 صباحا ل1 ظهرا او 2 ظهرا على الاكثر. يعني ربنا يكون في عون حضراتكم طبعا في هذه الفترة. وتاني بنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، نشكرك على وجودك معانا سيادة اللواء احمد هشام الخبير المروري، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. مشاهدينا ايضا الشكر موصول لحضراتكم لمتابعتكم لنا حلقه النهارده، نتمنى تكون الحلقه كانت مفيده لحضراتكم. بكره لقائنا بيتجدد الساعه 9 مساء. كنت معاكم يوستينا يوسف، تصبحوا على الف خير.